دلوقتي الاستاذ احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. استاذ احمد مساء الخير ومبروك على المنصب الجديد، اول مره الله نتصل بك. يبارك فيك صديق وزميل استاذ عمرو، ربنا يخليك. الله يخليك استاذ احمد. يعني كلمنا عن هذا التطور الكبير والنوعي، يعني نظام جديد مبتكر للتعليم الابتدائي. بالفعل استاذ عمرو زي ما حضرتك قلت، يمكن وزاره التربيه والتعليم والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني بيعد الان لشكل تعليمي جديد بدءا من حضانه وصولا للثانويه العامه. الشكل التعليمي ماشي بالتوازي في خطين، سواء الخط الجديد بتمثل في مجموعه من المدارس الجديده زي المدارس اليابانيه او مدارس متفوقين الاستان او تريبل بي، هي شراكه مع القطاع الخاص، او ايضا مدارس المتفوقين. ده خط بيتم فيه تعديل كمان شكل الثانويه العامه الجديد، يمكن ده طرحه في مؤتمر الشباب الاخير بالاسكندريه، ولكن لسه هيطرح للراي العام والحوار المجتمعي لاتمام هذا الموضوع. ولكن ايضا في بقى كثير من الملفات معنيه بالشكل القديم، شكل تطويره ازاي، شكل الابنيه التعليميه ازاي، شكل زياده عدد الفصول. الحمد لله وصلنا للانجاز لاكثر من 60,000 فصل تم انجازهم بالفعل، وده هيعلن عنه ان شاء الله بكره في مؤتمر صحفي كبير شرفنا طبعا تكون قناه سن من ضمن الحضور لتغطيه المؤتمر، اللي رد على كثير من التساؤلات بقى المعنيه بالعمليه التعليميه في الراي العام الفتره اللي فاتت، خيرهم طبعا مدارس المتفوقين وزياده المصروفات الفتره اللي فاتت. هيحدد معالي الوزير مين الشريحه المعنيه بزياده المصروفات ومين اللي هيكون نسبه المصروفات هي ال 1000 جنيه منطبقه عليه، هيعلن عن ملف المدارس اليابانيه وما تم انجازه الفتره اللي فاتت وما سيتم انجازه وصولا لبدء العام الدراسي الذي لم يحدد بعد، لم يشكل حتى الان مجلس التعليم الاعلى، لا يحدد فيه بدء العام الدراسي امتى بالضبط. بخصوص الموضوع بعض اللغط برضه بخصوص الغاء السنه السادسه من التعليم الابتدائي او بقائها، سنه سادسه موجوده زي ما هي مفيش تغيير، ولكن هو اللي هيتم اعلانه بكره ان شاء الله، هل هتبقى هي شهاده ولا لا، ده هيتم اعلانه ان شاء الله بكره في المؤتمر الصحفي. بنت طبعا اي من الاخبار اللي حسمت الموضوع، لسه الموضوع حتى الان انا في اجتماع مع معالي الوزير دلوقتي بنحط نقط كتير لسه بنحدد تحت الدراسه بعض النقاط اللي هيتم اعلانها بكره في المؤتمر ان شاء الله، ومن ضمنهم طبعا زي ما قلت لحضرتك نظام الثانويه العامه الجديد. تمام. اخيرا استاذ احمد، يعني الدكتور طارق شوقي النهارده اعتمد معايير المرحله الاولى للمفاضله بين الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسه الفنيه للطاقه النوويه السلميه في الضبعة. يعني لو تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. يعني المدرسه يمكن تحت الانشاء، بس انا عايز اوضح برضه للساده المشاهدين الكرام بتوع حضرتك ان هو مش المدرسه الاولى في الطبع، ولكن زي ما حضرتك ذكرت هي بمواصفات فنيه محدده، ده بيتم دراستها الان وتم انشاء المدرسه من ناحيه الابنيه تحديدا دلوقتي. وفي طبعا في دكتور احمد يوسف نائب معالي الوزير للتعليم الفني متابعه الملف اول باول، في ساده المستشارين المعنيين بالتعليم الفني شغالين على هذا، وبالاضافه طبعا للشراكه مع مجموعه من القطاع الخاص لانشاء المدرسه تحت شكل معين لخدمه التعليم الفني اللي هو بيوليه دكتور طارق شوقي اهميه كبيره، وانا عارف كمان ان كتاب رئيس بيولي اهميه كبيره للتعليم الفني الفتره اللي جايه. هتكون نواه ان شاء الله لده بتخصصات معنيه، متخصصات معينه في التعليم الفني هتكون مدرسه ضبعه، بالاضافه لفي مدرسه كمان في بورسعيد تم انشائها بانشاء قسم جديد فيها وهو القسم اللوجستيات، هيكون فيها ان شاء الله ممكن هبعت حصري كده ان شاء الله لقناه تن فيديو تم تصويره امبارح عن الفرع الجديد والقسم الجديد في مدرسه بورسعيد. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل الاستاذ احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم.